يعتبر الجامع النوري الكبير من أقدم أماكن العبادة في سوريا، ويختلف عن نظيره في حما، فالأخير كان أساسه من بناء نور الدين الزنكي، ولكن الجامع النوري الكبير في حمص له أمر مختلف. يعود تاريخ بناء الجامع النوري الكبير في حمص إلى زمن قديم، ومع اختلاف الأقوال حول أصل المبنى، إلا أنه من المعتقد بأنه كان في نفس موضع هيكل الشمس أو معبد إيلا جبال، والذي كانت العائلة الحاكمة في حمص حينها تنظم العبادة به. وفي العصر الروماني تم تحويله إلى كنيسة، حتى جاء الفتح الإسلامي على يد الصحابي الجليل أبي عبيدة بن الجراح، وتم تحويله إلى مسجد خلال القرن السابع الميلادي. وفي فترة الخلافة الأموية أعيد بناؤه على الطراز الأموي. وهناك قول آخر في تاريخ المسجد يقول بأن موضعه كان معبدا رومانيا وثنيا تم تحويله إلى كنيسة، وبعد اندثارها بني الجامع. يقع الجامع النوري الكبير في وسط المنطقة التجارية بحمص، وهو يعتبر جزءاً من المواقع السياحية والدينية والثقافية، حيث يحيط به جزء من سور حمص القديمة، وهو من أحسن الأبنية الإسلامية وفقاً لوصف الرحالة المسلمين خلال التاريخ، ويعتبر من أعظم المساجد في بلاد الشام وأكبرها كذلك. تبلغ مساحة الجامع النوري الكبير مع ما يحيط به من أبنية حوالي 5320 مترا مربعا، كما أن باستطاعة حرمه أن يتسع لما يقارب 7000 مصلي. وبالرغم من كل ما حدث في سوريا في حربها الأخيرة، فقد نجا المسجد النوري من الدمار، ولو أنه أصيب ببعض الأضرار في مئذنته، إلا أنه يعتبر من المباني الأثرية القليلة التي نجت في حمص. يشبه في طراز بنائه المساجد الأموية، الجامع النوري الكبير منارة علمية ودينية عبر العصور. عبد السلام الأصفر لبرنامج بلدي حمص.